27 من زمن هذا الشوط وضربه ركنيه لبتروجيت وبالبوكس طالع امير ويلعبها مره ثانيه وهدف. مش بقول لحضراتكم سامح شوشه مش مصدق نفسي. بقول لكم 1-0 دي ما تطمنش، ممكن جدا اللي عند اللي مغلوب 1-0 بيخش ما فيش حاجه بقى يموت يروح بعد فروح، ممكن يتعادل وممكن جدا هجمه مرتده تعكمنه. فعلى طول ردوا عليا لا، قال لك احنا اللي يروح ما بعدك روح، اهو يروح ما بعدك روح. شوشه يحط هدف التعادل في الدقيقه 88 من زمن الشوط الثاني، يعني نقص دقيقه ونص. ادي سيدني وادي شوشه وادي هدف لشوشه، ادي شوشه سامح شوشه ويحط، ادي سيدني اول كره صح يلعبها، وادي شوشه يحط هدف جميل قوي قوي في الدقيقه يعني 43 من زمن الشوط الثاني. يتعادل بتروجيت 1-1 وهنشوف بقى الوقت البدل الضائع ده هتبقى مباراه ثانيه خالص. واحد وادي دجله، واحد بتروجيت، وهنشوف هل في تغيير ولا سامع. اهو 4 دقائق وقت بدل ضائع، بدوي الحكم الرابع بدوي سعد، ده احنا عندنا هنا اهوت بدوي سعد برضه، الحكم اسمه بدوي سعد، ماشي يا بدوي سعد. معد النشيط بتاعنا اسمه بدوي سعد برضه، بس مش هو اللي قايل الديب الاربع دقائق، 4 دقائق وقت بدل ضائع بيعلن عنهم الحكم الرابع بدوي سعد، وواحد واحد. هنشوف بقى مباراه ثانيه خالص. اوه هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ ما قالش الراجل رونالدو بيقول عندنا في زامبيا بتبقى ضربه جزاء، الراجل قام كده بيبص له، انما احرج لحظات المباراه واختبار جدي لعبد العزيز السيد والاثنين مساعدين بتوعه اللي ماشيين لغايه دلوقتي كويس قوي. واحد بتروجيت، واحد وادي دجله، وطمع بتروجيت في المباراه، وهنشوف ايه اللي هيحصل في هذا اللقاء. نقطه تنفع جدا بتروجيت انما تضر يعني مين اللي نازل؟ مهاب سعيد هينزل، مهاب سعيد هينزل وهنشوف مين اللي هيطلع. تغيير متاخر قوي، تغيير متاخر قوي، هيطلع رونالد وينزل مهاب سعيد. تغيير متاخر قوي قوي قوي، ويبدو ان هو كان بيجازي مهاب سعيد فجازى نفسه. تغيير متاخر قوي قوي، هل مهاب سعيد ينزل ويرد على حماده سيد يقول له ما تطلعنيش تاني؟ ده اللي هنشوفه. ادي مهاب اهو نازل وعنده سعرانه اللعب انما تتخطف منه الكوره وتروح ناحيه اليمين عند عبد الغني، عبد الغني، عبد الغني، والعرضيه. وادي امير عبد الحميد ما فيهوش حاجه اهو، انما تحامل على نفسه عشان ما نظلموش ويمسك الكوره وياخد فاول من محمد رجب اللي ما عملش حاجه من ساعه ما نزل الا الفاول ده هو. 1-1 وبنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع اللي مدته 4 دقائق. تقدم وادي دجله بهدف للسلي في الدقيقه 27، تعادل سامح شوشه في يا عرفات اللي يلمسني ضربه جزاء، بيقول ما فيش اللي يلمسني اللي حصمني اتصمني. يا ده كلام كتير قوي هيبقى في الاستوديو النهارده مع الكابتن شوبير وايمن يونس والكابتن ربيع ياسين والكابتن ايمن يونس، هنشوف ايه الحكايه ديت. الحكم مخضوض، وادي هجمه لبتروجيت مره ثانيه، امام وخلصها وهدف، وفي غلط ولا صفاره؟ ومفيش غلط، رايه ولا صفاره، يحط على طول محمد رجب الهدف الثاني بغرابه شديده جدا جدا جدا. محمد رجب يحط حوش عني رجب اهو حشوه، محمد رجب يحط الهدف الثاني، الهدف الثاني محمد رجب يحط الهدف الثاني في الدقيقة الثانية. بصوا هنشوف، هنشوف ادي الكورة واتلعبت ويعدي الراجل وماشي وعدى عبد الغني وعدى مرة ثانية واتقطعت منه، وهنا ممكن كان هدف ياخدها على طول وتمشي بالعرض. هنشوفها مرة ثانية.